بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على حضوركم معنا في لقناة الاقتصادية لتغطية مثل هذه الأحداث. أولا هذه مكتب الدفع الإلكتروني هذا هي فكرة جاءت أولا للتخفيف على مكتتبي عدل في دفع الأقساط الشهرية للإيجار. هي الفكرة موجهة خصيصا لأن أغلب المكتتبين تاعنا من فئة العمال أو المؤمنين أو ما يعرف بالمؤمنين الاجتماعيين، جاءت باش على واش لأنه المواطن بعد ما ينتهي من العمل تاعو يقدر يشهل هذا المركز هذا وين يدفع الأقساط الشهرية تاع الإيواء تاعو. هو يعمل بشكل 7 أيام على 7 أيام، 24 ساعة على 24 ساعة. يعني المواطن أي مواطن عنده فاتورة تاع الإيجار يقدر يتوجه المكتب تاع الدفع الإلكتروني على مستوى جسر قاسمطين 416 مسكن عين النعجة جسر قاسمطين. بعد حوالي 20 يوم اللي فتحتوا هذا المكتب، كيفاش راكم تشوفوا الإقبال تاع المواطنين؟ أسكو المواطنين حققوا من الفكرة هذه ولا مازال؟ يعني على كل حال أنا المكتب هذا ساعة وين نقوم له بزيارات سواء بعد أوقات العمل، وين نلقى يعني هي بداية محتشمة، ولكن أنا متأكد مع مرور الوقت حيكون إقبال. الحمد لله اليوم منذ افتتاحه في الشهر هذا بداية الشهر إلى يومنا هذا بين السبت أول نوفمبر حوالي 300 مواطن اللي جانا للمكتب هذا وين سدد بدل الإيجار تاعه. 300 عملية تسجيل بالإضافة إلى عملية استعلامية اللي يجي يهز الفاتورة تاعه ولا يسقسي على المبلغ تاعه قداه ما زادوا في الإيجار. يعني على واش راني نشوف انا العمليه راهي ناجحه، حنا ننتظر نزيدوا الشهر الثاني والثالث وكانت استجابه للمواطنين وين نعموه على مستوى الاقطاب العمرانيه التابعه لوكاله عدن. المكتب هذا ماهوش للدفع بالدقيقه، الاستعلام تقدر تجي تستعلم شحال مازالك باش تخلص شحال هذا. كل عمليه تجاريه يقوم بها فرع عدل تسير للمواطن الحق التوجه لهذا المكتب للاستعلام بها. واسكو عندكم نية باش تفتحوا في الولايات الاخرين ولا في العاصمة؟ يعني على كل حال حتى باش ما نستبقوش احنا عادة وين نقوموا بالعمليات هذه اولا نشوفوا النتائج تاعها الاولية، اذا لقينا النتائج يعني إيجابية نروحوا نعموها وما تكونش خسارة للشركة، يعني باش نقتنيوا الإمكانيات هذو. على العموم يعني على العموم راح نمشيو لعملية التعميم على مستوى الوطن لأنها البداية تاعو يعني جيدة. اليوم تحطوا الفئة العمرية، شنو هي الفئة العمرية اللي تجي بزاف؟ يعني الحمد لله هي اليوم الفئة العمرية متنوعة، يعني كانت مقتصد هذا يعني الدفع الإلكتروني هذا كان مقتصد على عملية معشابهة. الحمد لله اليوم تلقى واحد في سن 55 58 سنه يتوجه للمكتب وين يدفع وين يقوم بعمليه الدفع نتاعو عن طريق البطاقه الذهبيه او بطاقه البنك او عن طريق الدفع الالكتروني. وتشوف باللي اليوم المواطن بدات عنده ثقه في الدفع الالكتروني، عنده مازال بدات عنده هذيك لاكونفرنس يجي يخلص اونلاين وما يخافش يروحوا له دراهم. المواطن موش اكتسب الثقه، المواطن اليوم أصبح هو ضرورة باش يتوجه لهذا الأنماط تاع الدفع، لأنه المواطن اليوم الحمد لله يعني المواطن كله شبكة، المواطن كله يعني المواطن بصفة عامة كله عاد يستعمل هذه الأمور هذه بدون هذا تاع فرع عدل التسيير. نشوفوا المواطن وين يقتني اشياء عن طريق الانترنت. الحمد لله اليوم اصبح هو من الاحسن ليه، هو المواطن عادي يشوف من الاحسن يتوجه لعمليه الدفع الالكتروني هذه باش يتفادى يحافظ على الوقت تاعه ويتفادى الازدحام طوابير وما يخلقش هذا المظاهر القديمه هذه. اخر سؤال، هل حتقوموا بعمليات تحسيسيه اكثر للمواطن؟ احنا الحمد لله بفضل القنوات مثل القناه الاقتصاديه رانا نقوموا بالتحسيس هذا والحمد لله نشكركم. يعني انتم من بين هاكم جيتوا اليوم تحسوا هذا المواطن، يعني انا قمنا على مستوى القنوات، عندنا على مستوى التواصل الاجتماعي، عندنا مطويات ثاني
ممكن فيه عمليات أخرى إن شاء الله راح نقوم بها يعني في السنة المقبلة إن شاء الله، وين وخاصة فيما يعرف بالدفع الإلكتروني. الحمد لله اليوم ما فاعد التسيير العقاري حتى الدفع الإلكتروني في ولاية الجنوب تقدر تدفع، يعني جميع الولايات وكل قسناها. وكما ما يخفالكش يعني فيه يمام الحمد لله فيه تزايد في هذه الفئة، الحمد لله اليوم أنا في تقريب 50,000 مواطن لعملية يقوم بهذه العملية. تعامل مع جميع البنوك. جميع البنوك. وبما فيه بريد الجزائر. ما كاينش مشكل تقني هكا في لي كارت ولا في لا الحمد لله. الحمد لله يكون كاين بعض هكا المشاكل بصح لكن خفيفه، وين يكون تكون العمليه تاع دفع زوج مرات في نفس الوقت وين يخطا المواطن نعاودو بنبوسيو.